معانا على التليفون محافظ سوهاج سيادة اللواء محمود عتيق، اهلا بحضرتك. بيك انا سهل. اهلا بحضرتك سيادة اللواء، حابين نعرف تفاصيل الجلسة اللي جمعت حضرتك مع الاطراف اللي موجودة، وتوصلتوا لايه في مشكلة ملعب المراغة وازمة ملعب المراغة؟ والله هي يعني مشكلة بدون مشكلة يعني ازمة وغير لازمة. يعني الموضوع اساسا ما يستاهلش، لان يعني لو اتكلمنا عن الملعب هي حتة ارض ونتيجة لندرة الأراضي في سوهاج في المدينة، تم تحديدها من الوحدة المحلية للشباب عشان تتعمل كملعب. جميل. الملعب راح على البيوت، ولكن البيوت هي اللي جت على الملعب، عشان ما نقولش إن البيوت اعتدت على الملعب وإن ده كان ملعب والبيوت اعتدت. لا، أنا قلت اللي تبقى قطعة الأرض اللي عليها الملعب. يعني هو الأساس كانت الأرض المتوفرة اللي موجودة عندنا وفرناها. جميل. للشباب عشان يلعبوا عليها. كون بقى في بلكونات بص على الملعب، في بلكونات اتبنت على الملعب، يعني دي مواضيع احنا انا مشكل لجنه عشان تشوف الموضوع من كل الاتجاهات. جميل. هل في تعدي؟ هل في تجاوز من اصحاب البيوت؟ وان شاء الله نوصل لقرار، بس انا هديت الامور امبارح وجمعت الناس علشان الامور تمشي، لان ده ملعب بقى له فتره فرقتين بيلعبوا عليه او كذا فرقه بيلعبوا عليه، مش عايزين مشاكل مع الاهالي ومش عايزين ان الناس تتضرر من عدم اللعب. عايزين اللعب يستمر وعايزين ملعب يستمر كملعب الناس تلعب عليه. فده كان سبب القعده امبارح. طب سياده اللي هو يعني احنا عايزين نستغل الظروف ونشوف ان الازمه دي ممكن تكون تفتح عينينا على نواحي ثانيه من ممكن نكون مش شايفينها، ومن ممكن يكون بايدينا ان احنا نقف مع اهالي المراغ اللي واضح تماما انهم بيستمتعوا بيعشقوا كره القدم، لما نشوفهم حريصين انهم يكونوا موجودين في الملعب خلف الاسوار بالشكل ده واقفين عشان يستمتعوا فقط بلعبه كره القدم وبانديتهم اللي موجوده في سواء في الممتاز به ممثلا لها نادي المراغ الرياضي ايضا في دوري القسم الثالث ونادي شبان المراغه. شايف ايه اللي ممكن نقدمه الفتره الجايه وانا محمل برساله منهم وبامنيات ان يكون في عندنا مدرج صغير في هم عرضوا عليا وانا قلت لهم ادرسوا الموضوع، انا ما عنديش مشكله خالص ان احنا نساعد في ان فعلا يبقى في مدرج وتحتيه غرف الملابس، انا ما عنديش مشكله. يدرس الموضوع من في الوحده المحليه ويعرضوا عليا، انا ما عنديش مشكله. انا موافق ان البني مدرج دايما بيقف النواحي ساعد كمان، والشباب والرياضه عندهم استعداد يساعد. ده جميل قوي وده شعور طيب من حضرتك. الشباب والرياضه ما بتتاخرش. طيب يا فندم محتاجين يعني كله بيقول لك النواحي الماديه شويه بتقف عائق، ولكن شايفين المدرج الصغير؟ لا انا مش شايف ان في نواحي ماديه عائق. مفيش مشاكل، ده جميل. عاملين 50 ملعب ثلاثي في سوهاج، عاملين 3 ملعب قانوني، عاملين 3 حمامات سباحه، ما نطلبش حاجه من الشباب والرياضه بيتاخروا علينا. طيب جميل، هل ممكن نشوف في فتره قريبه نشوف مدرج بملعب المراغة؟ عشان بس الموضوع يدرس، لو ما في مش لو ما فيش اشكال قانوني على بناء المدرج انا ابدا فيه بكره الصبح. يا ريت هتكون لفته جميله من حضرتك عشان اهالي المراغة احدى المدن المهمه وكثافتها السكانيه عاليه واللي بيعشقوا كره القدم. على فكره ست محافظه تعلم جيدا ان الملعب ده هو المتنفس الوحيد لابناء المراغة، ويمكن حضرتك قمت بزيارته في الاونه الاخيره وكان دايما موجود معاهم في سواء في احتفالاتهم وفي الدعم في الاوقات اللي بتحتاج الفرق والانديه دي الدعم فيها. حضرتك معايا؟ معاك. انا بقول لحضرتك. طيب. كنت بقول لحضرتك وانت بتتكلم ان احنا بقى ماشي، انا ما عنديش مشكله نبني المدرج، بس احنا نبدا بقى ندور نلجا بقى للظهير الصحراوي عشان نعمل ملاعب قانونيه مؤمنه ما فيش فيها تعديات عليها، ما فيش مباني بتبص على الملعب. يعني احنا النهارده ان شاء الله بعد ترسيم الحدود بقى عندنا ظهير صحراوي كبير نقدر نعمل اللي احنا عايزينه، نقدر نستغله في ان احنا نعمل ملعب جديد. جميل التوسع. او من الانديه اللي في المراغة، بحيث يبقى ملعب كبير مؤمن ليه مدرجات يعني زي استاد يعني. طب الحل اللي هو يصبرنا شويه هو حته مدرج صغير. مدرجات انا ما عنديش ادنى مشكله. يدرس الموضوع ويتعرض عليا، انا ما عنديش ادنى مشكله. جميل، تعاون حضرتك بالتاكيد يعني لفته طيبه ان حضرتك تتبنى موضوع زي ده بالتنسيق اكيد مع وزاره الشباب والرياضه، وحضرتك ممثله لمحافظه سوهاج وان الارض تابعه للوحده المحليه، وبالتالي شويه تنسيق ما بين الجهات هتكون ان شاء الله نوصل لحل قطعي وان شاء الله نشوف ملعب المراغه بشكل ثاني. يعني عايز اسال حضرتك عن الانديه ودور
المحافظه في دعم الانديه، انديه زي شبان المراغه ونادي المراغه، انديه امكانياتها على قدها شويه، بتروح وتسافر وتقابل فرق وبتعسكر كمان في محافظات ثانيه. حابين دعم، حابين مزيد من الامكانيات الماديه ودعم المحافظه مع وزاره الشباب، بالتاكيد الانديه دي مهم جدا. والله احنا كل برضو انا عايزه تاني، ما بنطلبش طلب من وزاره الشباب لدعم الانديه الا ما بيتم تلبيه. احنا يعني السنه اللي فاتت والسنه دي ما فيش طلب طلبناه لدعم الانديه الا ما بيتم تلبيته، ولسه من اسبوع ما احنا مدعمين كل الانديه. يعني من اسبوع واحد بس كل الانديه على مستوى محافظه سوهاج ومراكز الشباب مدعمه ماديا من وزاره الشباب والرياضه. ما فيش نادي بيخش بينافس في الدوري الممتاز به الا ما بنقف جنبه وبنساعده وبندعمه ماديا. اشكرك شكرا. غير الدعم اللي بيجي من وزاره الشباب. طيب فيما هو جديد فيما هو مقبلين عليه، الرياضه بشكل عام في سوهاج، كيف ترى الرياضه في سوهاج ومستقبل الرياضه في سوهاج من خلال البنيات التحتيه والانشائيه اللي هتكون موجوده؟ حضرتك قلت ان شاء الله مع التوسع اللي هيكون موجود في المحافظه يكون في توفير لملاعب مجهزه بشكل كامل لاحتضان المباريات الكبيره والمباريات المهمه هناك. احنا حاليا مركزين على مراكز الشباب، عاملين نقول لحضرتك 50 ملعب ثلاثي في مراكز الشباب في الجيل الصناعي، عاملين 3 ملاعب قانونيه في 3 مراكز شباب، في 3 حمامات سباحه بيتعملوا في سوهاج بعد ما كان فيها حمام واحد اللي هو في الاستاد. يعني لا في حركه، في حركه في البنيه الاساسيه للشباب والرياضه. الوزاره فعلا مش متاخره علينا. بنطور استاد سوهاج، طالبين تطوير الصاله المغطاه وتطوير الاستاد نفسه، الكاميرات الحمد لله ركبت على الاستاد. يعني لا في شغل في البنيه الاساسيه في سوهاج بالتاكيد. هتابع محاضرات الناس واخده نصيب الاسد. يعني اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج.